أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. هل ترون أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة سبب في تنامي ظاهرة الطلاق؟ تعليقات كثيرة في الواقع وردتنا، نستعرض جانبا منها ونبدأ بموسى على الفيسبوك، يرى أو يقول: متى كانت الأوضاع الاقتصادية عند العرب في مستوى تطلعات شعوبهم حتى نقول إن تردي الأوضاع الاقتصادية عند الحكومات العربية سبب في الطلاق أو الانتحار أو الهجرة غير الشرعية والتي يوميا يموت فيها شباب يبحثون عن العيش الرغيد أو العيش الرغيد في أوروبا أو بلدان أخرى؟ متهكما طبعا. الضائقة الاقتصادية ليست الشماعة التي يعلق فيها أو تعلق فيها أسباب التدهور الذي يحصل في العالم العربي، فالسبب الرئيس الذي أدى إلى زيادة هذه الظاهرة هي أزمة في الأخلاق، والسبب في ذلك يعود إلى هذه الشبكة التي أحكمت حبالها على أعناقنا، فأصبح الشغل الشاغل لكل كبير وصغير الدخول لعالم النت، حيث ذابت العقول بين الفيسبوك والواتساب وتشات. عبد الفتاح يعلق. عبد العادل يقول على الفيس: البعد عن التفقه في الدين والانسياق وراء شياطين الإنس من أعداء الإسلام وعدم التربية السليمة وتنوع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الساقط أخرج أجيالا هشة تنحني بسرعة لأتفه مشكلة حياتية. خالد يقول: السبب الرئيس هو البعد عن الله. لو تعايش الزوجان بالرحمة والعفو والتواضع والرضا بالقليل لانصلح حالهم، وهذا ما نص عليه القرآن والسنة. أما ريم فترى: أيام زمان الناس كانت فقيرة جدا بس راضية بعيشتها، والست قلبها على جوزها ومعاه في المر قبل الحلو، إنما دلوقتي كلنا عايزين يكون عندنا كل الكماليات من غير مجهود. ما في أحسن من العزوبية، لا طلاق ولا بطيخ، الواحد يعيش حياته بالطول والعرض. مايكل يرى ذلك. من أسباب تنامي ظاهرة الطلاق في الوطن العربي هو البعد عن الدين وعن الأخلاق الفاضلة وعدم الرضا بالموجود. سلطان الخلفاوي على الفيس يعلق قائلا: باختصار سبب الطلاق هو أن المرأة تعتقد في عقلها أنها بمجرد أن تتزوج وتنجب عددا من الأولاد هذا هو نهاية الحياة الزوجية لها، ويكون اهتمامها الكل بالأولاد وليس بالزوج، هذا في المقام الأول والأخير. أم عمر تقول: ليس الاقتصاد وحده وإنما برامج التلفاز والمسلسلات البعيدة كل البعد عن قيمنا وأخلاقنا مما يزيد من عدد أو نسبة الطلاق. ما زلنا على الفيسبوك ونتابع من هذا الحساب: من يعتمد على الحب فإن الحب لا يدوم، هناك مشاعر أسمى يمكن الاعتماد عليها في هذه العلاقة. موسى، إذا بدأنا من حيث انتهينا، لكن لدينا في الواقع مشاهدين تعليقات أخرى على تويتر بخصوص هذا الموضوع. فعبد الله على تويتر يقول: نعم هو من أحد الأسباب، لكن من وجهة نظري البعد عن الله تعالى وعن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو السبب الرئيسي وراء الطلاق. أيضا حساب آخر على تويتر، لكن الحساب يصعب يعني التعرف على اسمه: التردي الأخلاقي والبعد عن الدين هو سبب تنامي الطلاق. أيضا نتابع من تويتر لكارا: أحد أهم أسباب الطلاق في العالم العربي برأيي الطبقة الاجتماعية أولا، ثانيا القيم الإنسانية. عبير على تويتر تغرد محلقة في سماء هذا السؤال: الطلاق منتشر بين جميع فئات المجتمع، الفقر ليس وحده السبب عندنا في الخليج، عدم تحمل المسؤولية من قبل الطرفين هو السبب الرئيسي. إيش دخل الطلاق بالاقتصاد؟ تعليق آخر لأحد الحسابات على تويتر. فيروز: الأوضاع الفكرية والتكنولوجية يمكن تعلق على سؤالنا الذي طرحناه، وأيضا يستمر هذا السؤال معنا مشاهدينا الكرام ونطرحه دائما وننتظر التعليقات من حضراتكم. والسؤال مرة أخرى: هل ترى أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة سبب في تنامي ظاهرة الطلاق؟ بهذا تنتهي هذه الحلقة وهذا التغطية. نشكر في نهايتها السيد هاني جرجس كبير الوسطاء بشركة دلالة للوساطة، شكرا لك، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة.
ساعتان من الآن تفصلنا عن تغطية جديدة، فكونوا معنا دائما من قلب قاعة تداول البورصة القطرية. السلام عليكم ورحمة الله.